خلينا يا كابتن نبارك لواحد من الابطال النهارده اللي فازوا بالكونفدراليه، حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي. محمد تحياتي ليك وتحيات اساطير نادي الزمالك ليك واساطير مصر كلها. حبيبي يا كابتن احمد، ربنا يخلي حضرتك. الف مبروك لكابتن حسن ولكابتن فاروق، الف مبروك للاساطير طبعا نادي الزمالك، وببارك لهم النهارده على الماتش. ودي هديه من اللعيبه للاساطير كلها ورموز النادي وللجمهور العظيم اللي بتهرنا. يعني طبعا بطولة مهمة بالنسبة لكم وبطولة غالية جدا جدا جدا، واعتقد ان النهارده قدرتوا تكونوا قد المسؤولية وفرحتوا جماهيركم. والله يا كابتن احنا من الاسبوع اللي فات واحنا نفسنا نفرح كل واحد زملكاوي، كل الجمهور اللي بيساند الفرقة في الوحشة قبل الحلوة. بصراحة ده انا يمكن من اصغر الناس في الفرقة، بس بشوف ده بصراحة يعني جمهور الزمالك يعني الجمهور الوحيد اللي في ظهر النادي في الحاجة اللي هي مش كويسة قبل الحاجة الحلوة. صحيح. فبشكرهم طبعا على دعمهم ووقوفهم جنب النادي ووقوفهم جنب اللعيبه وبشكرهم، ودي هديه من اللعيبه ليكم، ودايما بتمنى ان انتوا تبقوا في ظهرنا وان شاء الله نقدر نفرحكم ونحقق لكم كل حاجه حلوه ان شاء الله. كنت إن شاء الله. مبسوط بالتواجد الجماهير الكبير النهارده محمد اللي كان موجود؟ طبعا يا كابتن، انا من الشخصيات اللي انا بحب الجمهور، ببقى مبسوط وانا نازل العب في الجمهور. صحيح. ببقى سعيد لما الجمهور بينادي على كل لعيب فينا، ببقى مبسوط وببقى عايز اعمل كل حاجه حلوه ليهم، بقى نفسي افرحهم. فالحمد لله طبعا اللي احنا قدرنا، بشكر اللعيبه طبعا اللي لعبوا بصراحه 90 دقيقه رجاله بصراحه، وبشكر الجهاز الفني وبشكر مجلس الاداره اللي اشتغل في ظروف صعبه جدا. صحيح. فبشكرهم وان شاء الله النادي في الجاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن باذن الله. خلي ان كابتن حسن وكابتن فاروق حابين يباركوا لك طبعا على بطوله مهمه بتضاف لنادي الزمالك. صبحي مبروك يا صبحي، وانت النهارده كنت موجود، تعتبر كنت موجود مع عواد، فمبروك ومبروك للعيبه الزمالك كلهم. يا ريتهم انت من خلالك انت بنوجه التحيه لاعضاء مجلس الاداره والمدير الفني وللجهاز واللاعبين والجماهير على الاداء اللي انتوا اديتوا عليه النهارده. كان اداء بالرغم ان احنا كنا ممكن نكسب 2-3 لو كنا كملنا الضغط على الخصم من الفترة الأولانية. يعني احنا قعدنا فترة أولانية ربع ساعة بنضغط على الخصم مش مخلينهم يستلموا الكورة، وبعد كده نمنا شوية. النومة دي هي كنا قلقانة ومخوفانة، عارف انت ازاي؟ لكن انا كلاعيبة بصراحة احنا لما جبنا الجون كنا اللي احنا خايفين يدخل فينا جول، لان تضطر تجيب 3 وبتاع. فانا عارف لو كنا كملنا ضغط، بس النهارده فعلا يا كابتن الله اعلم بظروف اللعيبه، الجو كان حر معلش معلش، ما الجو الحر مش عاوزين. احنا كنا زمان بنقول ايه، مطره في مطره بنقول الجو حر. احنا مش عاوزين اي اسباب تبعدنا عن التفكير في الفوز، عن الاداء بتاعنا. لازم يكون الفوز من خلال اداء ان شاء الله. عشان كده انا ببارك لكم وببارك للعيبه كلها والمجلس الاداره وللجهاز الفني والجماهير نادي الزمالك كلها طبعاً الكبيره طبعاً والصغيره. كابتن فاروق تحب تقول طبعاً صبح؟ طبعا حبيبي طبعا، بس انا عايز ابقى في الملعب، يعني ان شاء الله الفتره شاء الله اللي جايه تبقى موجود في الملعب. انت من افضل الحراس الموجودين يعني في كل حاجه، بالورقه والقلم. انت لو بنقول 3-4 انت من ضمن افضل العناصر طبعا، موهوب. عايزينك ان شاء الله الفتره الجايه تبقى متواجد مع الفرقه وتكون قلبك مع الفرقه الفتره اللي جايه ان شاء الله، وتثبت بقى وجودك ان انت فعلا الانديه عامله عارف كلهم عايزينك وكلهم بيطلبوك تبقى موجود ان شاء الله. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق لنادي الزمالك، ونادي الزمالك ده بيتك وانت تربيت في طبعاً النادي طبعاً. فلازم تكون متمسك بالنادي، النادي ده حبيبك، وانت يعني ان شاء الله نشوفك. كابتن احمد حسن، انا موجود في النادي، واي اشاعه طلعت اللي انا رحت ولا جيت، لا انا ما رحتش في حته ولا واي حد بيقول كلام انا اللي بقول كمحمد صبحي، انا بقول انا ما مضيتش في حته، وانا تحت امر النادي ومستني النادي جدع، والنادي عايزه انا تحت امره، النادي عايز يمشيني انا تحت امره، النادي عايزني انا لحد دلوقتي، ولا قعدت مع حد ولا مضيت في حته ولا عملت ولا قلت، لان الناس كتير طلعت اتكلمت، وانا صحيح من الشخصيات اللي انا ما بحبش اطلع اتكلم ولا ارد على حد. لا كويس كويس ان انت كويس ان انت كويس ان انت بتوضح ده صبحي، مهم جدا جدا جدا، لان انا كان ده سؤالي اللي انا هساله لك.
انت خلاص المفروض انك انت هيتم التجديد ليك مع نادي الزمالك، والكلام طبعا اللي قصايك كله ان انت رحت نادي تاني او الكلام ده وكده انت بتنفيه تماما، وبتقول ان انت تحت امر نادي الزمالك في اي وقت. طبعا تحت امر النادي في اي وقت، واتمنى يا كابتن احمد كل الناس وكل الاعلاميين وكل الدنيا كلها تقف في ظهر النادي الزمالك. النادي الزمالك كبير وليه شعبيه كبيره جدا، وده شفناه النهارده في الملعب، وغير الناس اللي جت الملعب اكيد كان في ناس في كل البلاد كلها نفسها تيجي، فيعني اكيد في ظروف وبتاع، فلا النادي الزمالك كبير لازم كل الناس تقف في ظهره وكل الناس تدعمه. صحيح. وده اللي انا بتمناه من كل الناس تقف في ظهر النادي، يعني كل الناس النهارده كل الناس النهارده فرحانه بيك يا صبحي، وكل الناس النهارده مبسوطه بيكم، مش بس جماهير نادي الزمالك، جماهير كره القدم المصريه كلها فرحانه بفوز نادي الزمالك. طيب ناخد عنوان منك ان صبحي مستمر مع الزمالك. انا تحت امر النادي يا كابتن، انا الاداره اول لما تكلمني انا موافق على اي حاجه هم يقولوها. صحيح. وانا لما رجعت من فاركو انا رجعت باختيار، انا اللي اخترت ارجع النادي، رغم كل الناس كانت بتقول اللي انا هنا وانا هنا، لا انا اللي قلت لهم، انا كلمت الناس قلت لهم، كلمت وكيل احمد يحيى قلت له انا عايز ارجع نادي الزمالك. انا مفيش حد كلمني فعلا ساعتها من الاداره السابقه، بس انا قلت له يا كابتن انا عايز ارجع، انت كلمهم اللي انا ارجع. كنت ساعتها احسن جون في مصر، واخدت كارقام وككل حاجه احسن جون في مصر ساعتها. صحيح. وانا قلت له يا كابتن احمد يحيى انا عايز ارجع النادي. طيب يعني انت في انتظار عرض مجلس اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ انا تحت، ايوه انا تحت امر النادي في اي حاجه، ولو انا لو بكره قالوا لي تعالى امضي هروح بكره امضي عادي. يعني شيء يحترم وتستحق كل التحيه انك انت شايل نادي الزمالك، واعتقد بعد الكلام ده مجلس اداره نادي الزمالك كمان هو شريك، وان شاء الله نشوفك مكسر الدنيا زي ما كنت موجود قبل كده، لان انت حارس موهوب وقدامك مستقبل كبير. ان شاء الله. وبنهنيك وبنبارك لك وبارك لكل اللعيبه، واكيد الكل فرحان بيكم النهارده، وكل جماهير نادي الزمالك طبعا، نجم نادي الزمالك وحارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي.